Hello, my dear students. This is Mr. Omar speaking, and this is going to be Unit 1, Lesson 2. النهاردة يا أولاد إن شاء الله هناخد اللي هو Factorizing الـ Perfect Square. طيب، يعتبر تاني Lesson عندنا زي ما إحنا قلنا Lesson اللي قبل كده إحنا خدناه على 2 Parts. ده المفروض بقى اللي هو Lesson التاني أو Sheet 3 يعني عند حضرتك في البوكلت بتاعك. طيب، إيه موضوع الـ Perfect Square ده؟ أفكرك كده بسرعة بحاجة صغيرة. لو أنا عندي يا أولاد Bracket All Power 2. يعني مثلا لو انا عندي حاجه زي كده x minus 2 all power 2 فاكر كنا بنفكها ازاي؟ كنت بتقول لي يا مستر كنت بعمل الاولاني power 2 x power 2 الثاني power 2 خلي بالك negative 2 اعملها power 2 كده كده هيطلع positive 4 فما بيفرقش اللي في النص ده negative ولا positive كده كده الاخير بالpositive negative 2 power 2 ب 4 بعدين بعمل first times second times 2 ده times ده times ده 2 times negative 2 اللي هي negative 4 x يعني في النص ايه نيجاتيف 4x. عارف لو انا كنت فكيت x بلس 2 all power 2 عارف الفرق برضو فيه بص كده الاولاني power 2 x power 2 الثاني power 2 positive 4 first time second times 2 يبقى positive 4x هو ده اللي بيفرق معايا. ده كده يا اولاد اسمه perfect square. ده اسمه perfect square. الليسون بتاعنا بقى ازاي اعرف ان الحاجه عندي perfect square ولا لا؟ بص يا سيدي اول حاجه خالص عشان احول حاجه لperfect square مثلا عندي حاجه زي كده x power 2 بلس 16 وهنا مثلا حطيت بلس 8x. بص يا سيدي عشان تقول ده بيرفكت سكوير ولا لا لازم اول حاجه اول واحد ده ينفع يتعمل له روت اكس لازم تاني واحد ده ينفع يتعمل له روت ايه روت 16 ب 4. تبص بقى الميدل تيرم هل فيرست تايم سكند تايمز 2 يعني هل لو مسكت روت الاولاني تايمز روت ده عملته تايمز 2 يطلع لي اللي في النص لو طلع فعلا 8 يبقى ده بيرفكت سكوير. بص كده روت قلنا اللي هي دي اللي هي اكس تايمز 4 تايمز 2 ايه ده فعلا ب 8 العلامه اللي في النص مش بوزيتيف يبقى دي بوزيتيف انا كده عملت فاكتورايزيشن. ازاي فاكتورايزيشن يا مستر دي حاجه واحده ما هي يا اولاد الحاجه الباور 2 دي كانها اكس بلس 4 تايمز اكس بلس 4 ما انا كده كاني عملت فاكتورايزيشن للبتاعه دي. فهمت كده الفكره في ايه؟ على فكره ممكن ما تاخدش بالك منها خالص في المساله. واحد يقول لي يا مستر انا هفتح اثنين براكت اكس واكس ال 16 عباره عن 4 تايمز 4 دي بلس يبقى دي بلس وبلس السم بتاعهم 8 اكس ما هي دي هي اكس بلس 4 اول باور 2 كانك عملت فاكتورايزيشن. يبقى ناخد بالنا بقى من شويه حاجات. اول حاجه يا اولاد عشان الحاجه نقدر نقول عليها بيرفكت سكوير لان ساعات بتيجي كومبليت وتشوز يقول لك هل اللي قدامي ده مثلا بيرفكت سكوير لازم اخر ترم يكون بالبوزيتيف. لازم اخر ترم يكون بالبوزيتيف. لازم اول ترم يكون بوزيتيف. طب الترم اللي في النص ده بنجيبه ازاي؟ بنجيب روت الاولاني اللي هو الحاجه اللي انا بكتبها اللي هي الاكس روت الثاني اللي هو الفور وبعمله تايمز 2 اللي هي الباور 2 اللي من الاصل لازم يطلع لي الكلام ده ويطلع بوزيتيف او نيجاتيف يعني عادي يعني يطلع بوزيتيف يطلع نيجاتيف. لو نيجاتيف يبقى العلامه اللي في النص ما بينهم نيجاتيف اول باور 2 لو بوزيتيف يبقى العلامه اللي في النص ما بينهم بوزيتيف. وده كده كان اول جزء عندنا ماشي. ده الجزء السهل خلي بالك ده الجزء اللي هو ازاي نعمل فاكتورايزيشن. لسه ناقص جزء كمان تعال نحل شويه اسئله على الجزء ده وبعدين نرجع للجزء الثاني اللي هو بقى يديني ترم ناقص ودي ليها رولز ويقول لي عشان ده يبقى بيرفكت سكوير نعمل ايه؟ تعالى كده اما نحل على الكلام ده. بص كده هل ده اولا بيرفكت سكوير ولا لا؟ ايه روت الاولاني؟ ام. ايه روت ال1؟ 1. هل لو عملت روت ده تايمز 2 يطلع لي نيجاتيف 2 ام؟ بص كده ام تايمز 1 تايمز 2 يطلع لي 2 ام ايه ده فعلا؟ العلامه دي ماينس يبقى دي ماينس. شفت بقى كده؟ ام باور 2 1 باور 2 بوزيتيف 1 وبعدين فيرست تايم سكند تايمز 2 2 تايمز 1 تايمز ام بنيجاتيف 2 ام ده انا كده حل صح يبقى خلاص كده عملت فاكتورايزيشن. ممكن كان واحد ما ياخدش باله خالص يا اولاد ويقول لي ام ماينس 1 يفتح اثنين براكت ام وام ويحط ماينس 1 وماينس 1 1 تايمز 1 والاثنين ماينس برضه صح ما دي هي دي. طب هل ده بيرفكت سكوير يا اولاد؟ واحفظ الفورم ده لان هتشوف عليه اسئله كتير جدا. اه ده اقدر اكتبه اكس بلس واي all power 2 ليه؟ روت الاولاني x روت الثاني y كله power 2. بص كده الاولاني power 2 x power 2 الثاني power 2 first time second times 2 يبقى في النص عندي 2 x y ودي plus يبقى في النص plus. واحده كمان ايه روت الاولاني يا اولاد؟ 3a. ايه روت الثاني؟ b first time second times 2 اه ده فعلا يا مستر يطلع لي اللي في النص 6ab العلامه plus عشان دي plus. اظن بسيطه جدا. هنا بقى هل دي ممكن عادي ترتبها الاول تقول لي 25k باور 2 بعد كده ماينس 60k بعد كده بلس 36 الاولاني بوزيتيف والاخير بوزيتيف واللي في النص عادي خلاص يبقى روت الاولاني ايه 5k روت ال 36 بايه ب 6 العلامه اللي في النص مش ماينس وول باور 2
ده بيرفكت سكوير، هعمل كده فيرست تايم سكند تايمز 2 5 تايمز 6 تايمز 2 يطلع ب 60، عشان كده يبقى انا خلاص اقدر اعمله بيرفكت سكوير. هنا يا اولاد اير تعمل لي براكت وقول باور 2، قول لي كده ده بيرفكت سكوير ولا لا. اولا في حاجه اسمها روت 6؟ لا، بس كان في حاجه نقدر اعملها، انا اقدر اخد كومن فاكتور من الاول خالص 6. لو اخدت ال 6 كومن فاكتور يبقى لي ايه من هنا يا اولاد؟ ايه باور 4. لو اخدت ال 6 من هنا 12 ديفايد 6 يبقى لي ماينس 2 a باور 2 b باور 2، 6 ديفايد 6 يبقى لي b باور 4. دي بقى بيرفكت سكوير، يعني ماليش دعوه بال 6، دي بيرفكت سكوير. بص كده، روت الاولاني a باور 2، روت الاخير b باور 2، فيرست تايم سكند تايمز 2، العلامه دي ماينس، حط ماينس باور 2، بص فيرست تايم سكند تايمز 2 يطلع نيجاتيف 2 a باور 2 b باور 2. اه عشان كده يبقى دي كده عملت فاكتورايزيشن. طب هنا يا اولاد اقدر اخد كومن فاكتور؟ اه، ناخد ايه اول حاجه رتبها 6x باور 3 بعدين بلس 24x باور 2 بعدين بلس 24x. ناخد ايه كومن فاكتور؟ ناخد ال6 كومن فاكتور والx كومن فاكتور. لو خدت ال6 والx يبقى لي هنا ايه x باور 2. لو خدت 24 ديفايد 6 يطلع كام؟ 4x. 24 ديفايد ال6 يطلع لي كام يا اولاد؟ 4، واخد الx كومن فاكتور خلاص مفيش x. طب هل ده بيرفكت سكوير؟ تعالى كده اما نشوف، ادي 6x دي بقى عباره عن ايه؟ روت الاولاني x، ال4 ينفع يتعمل لها روت؟ اه ينفع ب2. فيرست تايم سكند تايمز 2 اه ده 4x، العلامه دي بلس يبقى دي بلس. ماشي يا شباب، ده كده كان موضوع، اظن يعني انا شايف الاسئله بسيطه جدا. واحده كمان، هل في كومن فاكتور الاول اقدر اخده؟ هنا في 4، هنا في 4، هنا ما فيش رقم خلاص، ما اقدرش اخد ارقام كومن فاكتور، بس انا شايف هنا في b وb وb، ما تاخد البي كومن فاكتور. لو خدت البي كومن فاكتور، خدت بي واحدة يتبقى لي هنا ايه 4 bc plus. لو خدت بي واحدة يتبقى لي هنا ايه c power 2. لو خدت بي واحدة يتبقى لي هنا ايه 4 b power 2. ما تيجي نرتبها، انا متعود ان دايما بيبقى عندي 4 b power 2 ده صح في الاول، يعني نرتبها كده، متعود ان 4 b power 2 ده في الاول، ادي 4 b power 2 وال c power 2 ده احطها في الاخر، والسي باور 2 دي احطها في الاخر، والرقم اللي طلع لي في النص اللي هو 4 بي سي خليه في النص. صح؟ ده كده بيرفكت سكوير. ليه يا مستر ده بيرفكت سكوير؟ اعمل كده روت الاولاني روت ال 4 بي باور 2 2 بي، روت الثاني السي باور 2 سي واحده، اعمل كده فيرست تايم سكند تايم 2 هيطلع 4 بي سي، العلامه دي بلس، خلاص يبقى دي بلس. اظن الموضوع بسيط جدا. طب هنا يا مستر هل في كومن فاكتور؟ في حاجه اسمها سي ماينس دي، في حاجه اسمها سي ماينس دي، في حاجه اسمها سي ماينس دي. تعال ناخد البراكت اللي اسمه سي ماينس دي كومن فاكتور وافتح براكت. لو شلت السي ماينس دي هنا يتبقى لي ايه؟ ما يتبقاليش حاجه، تقوم قايل لي زيرو، اقول لك اتنيل على عينك، يتبقى لي 1 صح؟ خلاص بقى عرفنا الكلام ده. بلس لو شلت السي ماينس دي من هنا يتبقى لي ايه 2x، لو شلنا السي ماينس دي هنا يتبقى لي ايه x باور 2. تعال نرتب دي، نكتب x باور 2 الاول بعدين ال 2x بعدين ال 1، x باور 2 بعدين 2x بعدين 1، اكتب x باور 2 هنا بلس 2x بلس 1. طب هل دي بيرفكت سكوير؟ ممكن ما تاخدش بالك خالص من المساله، تفتح اثنين براكت x و x، يعني بص ممكن حد يقول لي x و x بس هيطلعوا الاثنين زي بعض، ال1 عباره عن ايه 1 تايمز 1، مش دي بلس بلس بلس، ما هي كانها x بلس 1 وال باور 2 يعني، فهي هي. فعشان كده انا بقول لك انت حتى مش لازم تلقط انه بيرفكت سكوير، اعتبرها كانها مساله عاديه جدا. ماشي يا اولاد، ال1 اوفر 16 دي دي ليها روت؟ اه ليها روت، اللي هي 1 اوفر 4 1 اوفر 4 صح؟ اللي هي 1 اوفر 4 ايه؟ طب ال 1 اوفر 25 ايه الروت بتاعها؟ 1 اوفر 5، العلامه اللي ما بينهم ايه؟ بلس اول باور 2. بص كده اعمل ده تايمز ده فيرست تايم سكند تايمز 2 هيطلع لك 1 اوفر لانك لو عملت 1 اوفر 4 تايمز 1 اوفر 5 تايمز 2 هتحسب كده الكلام ده هيطلع لك 1 اوفر 10، هو هيطلع كده اه يبقى كده تمام 1 اوفر 10. ماشي يا سيدي، اخر مساله خالص عندنا اللي هي ايه؟ اللي هي الكلام ده اظن بسيطه جدا، بس هتعمل ال 7y دي تعملها مره تايمز ده ومره تايمز ده، ادي 4x باور 2 بعدين تقوم عامل لي ايه ماينس 7 تايمز 4 اللي هي كام يا اولاد؟ 7 تايمز 4 اللي هي نقدر نقول كام 28 28xy، بعدين نيجاتيف 7 تايمز نيجاتيف 7 تبقى بوزيتيف 49y باور 2. تعالى بقى اما نشوف كده ده بيرفكت سكوير ولا لا. روت الاولاني 2x، روت الثاني 7y، العلامه اللي ما بينهم ماينس اول باور 2. تعالى كده نتشيك الميدل تيرم، فيرست تايم سكند تايمز 2 2 تايمز 7 14 14 تايمز 2 18 اه يبقى كده تمام ده بيرفكت سكوير، اديني كده عملت فاكتورايزيشن. اظن بسيط جدا الاسئله دي. طبعا في جزء هوم ورك يعني برضو ممكن نشوف كده سريعا، يعني دي ممكن نعمل ايه 3x وال4 عباره عن ايه؟ عباره عن 2،
ونحط هنا بلس وقول باور 2. هتلاقي بص تشيك كده الميدل تيرم فيرست تايم سكند تايم 2 3 تايمز تايمز 2 6 6 تايمز 2 12 تمام كده. هنا روت الاولاني 5b ماينس 1 بقى مش بلس 1 سوري ماينس 1 وقول باور 2 ليه ماينس عشان دي ماينس. تشيك كده الميدل تيرم فيرست تايم سكند تايمز 2 ده فعلا 10b. هنا يا اولاد ايه روت الاولاني 4x ايه روت الاخير y ما بينهم ايه ما بينهم ماينس اول باور 2 تشيك كده الميدل تيرم فيرست تايم سكند تايمز 2 يطلع فعلا نيجاتيف 4xy. لا استنى يطلع الميدل تيرم لا مش نيجاتيف 4 استنى انا ليه عملت كده ايه روت الاولاني 2x معلش سوري يا اولاد روت الاولاني 2x مش انا كنت كده نيجاتيف فيرست تايم سكند تايمز 2 يطلع فعلا 4x. طب تعالى اما نشوف هنا اولا في كومن فاكتور نقدر ناخده ناخد ال2 كومن فاكتور يتبقى لي ايه 9y باور 2 9y باور 2 ماينس 12 ديفايد 2 اللي هي 6y بعدين بلس كام بقى بلس 1 ايوه كده ما نغلطش فيها ادي ال2 اهي. هل ده بيرفكت سكوير؟ ده ينفع يتعمل له روت والاخير ينفع يتعمل له روت. يبقى نكتب هنا 3y ونكتب هنا 1 ما بينهم ماينس وول باور 2. بص كده فيرست تايم سكند تايمز 2 يطلع في النص عندي نيجاتيف 6 وول يبقى كده تمام. نفس الكلام هنا هل في كومن فاكتور؟ طبعا تقدر تاخد كومن فاكتور هنا اللي هو الايه يا اولاد اللي هو ال5. هنا في a وa وa خلاص خد الa كومن فاكتور 20 ديفايد 5 يطلع 4y باور 2 شيل الa مع الa ماينس 60 ديفايد 5 يطلع بكام الكلام ده 60 ديفايد 5 اللي هي نقدر نقول بكام يا اولاد ب 12 12y بعدين plus 45 divided 5 يطلع بكام يطلع ب 9 وخلاص على كده. طب استنى هل ده perfect square ادي ال 5 ايه اهي ده ايه الروت بتاع ال 4y power 2 2y ايه الروت بتاع ال 9 ب 3 ما بينهم minus all power 2 تعالى كده نتشيك هل الميدل تيرم ب 12 2 times 3 ب 6 6 times 2 ب 12y ده كده تمام. هنا برضو ناخد common factor ايه الكومن فاكتور اللي ناخده هل ال 3 ينفع ناخدها common factor ينفع اظن الزد وزد وزد خد زد واحده كومن فاكتور لو شلت 3 وزد هنا يتبقى لي 1 لو شلت 42 ديفايد 3 يطلع بكام الكلام ده يا اولاد اظن كده 42 بص كده 42 ديفايد 3 طبعا تعملها على الكالكوليتر بس 4 ديفايد 3 يبقى 1 3 1 2 يعني 4 صح يبقى 14 شيل من الزد باور 4 شيل منها زد واحده يبقى زد باور 3 يبقى 1 plus 4z power 3 بعدين plus 147 divide 3 147 divide 3 نعمل كده 14 divide 7 يطلع الكلام ده ب 4 بعدين 12 بعدين 2 بعدين 7 بعدين ب 9 يعني يطلع ب 49 z power كام z power 6 طب ما تيجي نرتبها بقى طلعت لي المسألة 3z common factor بعدين 49 z power 6 ماشي يا ولاد بعدين في النص عندي 4z باور 3 في الاخر عندي بلس 1 هل ده بيرفكت سكوير البتاع ده ايه روت الاولاني 49 z باور كام في الباور كنا بنعملها ديفايد 2 z باور 3 الاخير ايه الروت بتاعه 1 جرب كده وما تنساش ان عندي 3z بره خالص عندي بره خالص 3z طيب العلامة اللي في النص مش دي بلس يبقى دي بلس جرب كده اعمل فيرست تايم سكند تايمز 2 49 تايمز 1 تايمز سوري روت ال 49 بكام؟ انا ايه اللي انا عملته ده؟ روت ال 49 ب 7 صح؟ 7 روت ال 49 7 زد باور 6 اللي هي زد باور 3 وال 1 هنا نكتبها فيرست تايم سكند تايمز 2 ونشوف كده الكلام ده يطلع بكام؟ يطلع فعلا ال 14 اللي هي اللي احنا كنا كاتبينها دي 14 احنا كنا قلنا ان دي 14 ماشي يا اولاد ويطلع لي فعلا الكلام ده. طيب اخر سؤال خالص عندنا بس قبل ما نخش على الجزئيه الثانيه ان هي لو انا عندي ارقام زي كده خلي بالك دي كانها 1 اوفر 100 ماينس دي كانها اللي هي ايه يا اولاد اللي هي 2 اوفر 10 او ممكن تعملها لي مثلا 1 اوفر 5 وهنا بلس 1 وادي اكس وادي اكس باور 2 تعمل لي عادي خالص ايه روت الاولاني 1 اوفر 10 اكس ايه روت الثاني 1 ما بينهم ماينس اول باور 2 احسب لي البتاع دي هو يطلع كده فعلا ايش يا سيدي ده كده الموضوع بمنتهى البساطه. تعال بقى نرجع للجزء اللي هو اللي انا عايز اتكلم عليه اللي هو الجزء الثاني وده الجزء الاهم ولا ممكن نشوف الجزء ده بالمره. بص كده ده يعني عايز يقول لك يوز الفاكتورايزيشن بتسهل لك بيوريك ايه لازمه الكلام ده لو عايز تحسب حاجه زي كده. بص كده الاولاني باور 2 الثاني باور 2 فيرست تايم سكند تايمز 2 معمولين اهم هنا طب ما تكتبها على طول 87 روت الاولاني مش هو 87 بلس 13 اول باور 2 ده بلس ده بكام اصلا مش دول بلس بعض ب 100 اول باور 2 اللي هو يبقى 1 وجنبها 4 زيروز بس 10000 فهمت الفكره كلها في ايه؟ نفس الكلام هنا بص 997
whole power 2 وهنا في plus 9 اللي هي 3 power 2 صح؟ ودي اللي هي ايه 6 مش قادر اعملها 2 times 3 first 2 times 3 times 9 9 7 بص كده الاولاني power 2 الثاني power 2 first times second times 2 طب ما تكتبها 9 9 7 root الاولاني plus 3 whole power 2 بص كده first times second times 2 997 plus 3 ده مش اللي هو 1000 يبقى 1000 power 2 يعني 1 مليون صح؟ بنضاعف العدد الزيروز نفس الكلام هنا يعني اهو تعملها ايه 7.3 plus 2.7 whole power 2 دول plus بعد بكام؟ ب 10 power 2 اللي هي 100 نفس الكلام هنا بس ال 1.4 دي هتكتبها لي ايه 2 times 0.7 times 20.7 first times second times 2 ادي plus 0.7 للpower 2 وادي 20.7 للpower 2 بص كده minus هنا دي نكتبها ايه بس خلي بالك العلامة دي minus يبقى هنعمل 20.7 minus 0.7 whole power 2 اللي هي 20 power 2 اللي هي 400 ماشي كده يا ولاد هي 20 times 20 يعني ده كده كان نوع بس من المسائل نوع تافه قوي يعني انا قلت نشوفه كده تعالى بقى اما نرجع نبص على الجزء اللي هو اللي انا بقى عايز اشرحه وده الجزء المهم يعني كل الكلام ده انت كنت ممكن تعمل فاكتورايزيشن عادي جدا وتبتدي تحل وتلاقي المسائل طالعه معاك بسيطه جدا بص بقى يا ولاد ساعه تجيب لي مساله ويجيب لي حاجه عامله ازاي يجيب لي ترم ناقص يعني يقول لي قول لي الترم ده يبقى بكام عشان الفاليو ده يبقى بيرفكت سكوير يعني يعني مثلا يجيب لي حاجه زي كده 4 اكس باور 2 وهنا بلس 1 يقول لي احط هنا بلس كام عشان ده يبقى بيرفكت سكوير بص بقى يا سيدي هما ثلاثه رولز لو عايز تجيب الميدل تيرم لو عايز تجيب الميدل تيرم بنعمل ايه ومش حاطط لك حتى العلامه هنا بيقول لك احط في النص هنا كام الميدل تيرم لو عايز تجيبه واضح ان انا عايز اجيب اللي في النص الرول بتاعه ايه بوزيتيف اور نيجاتيف بنعمل روت الفيرست تايمز روت الثيرد ليه الكلام ده مش ده يا اولاد كنت بعمل روت الاولاني نعمل ايه روت الاولاني اللي هو 2x روت الثاني اللي هو ايه 1 ما انا عايز اكتبه بعدين بعمله تايمز تايمز 2 الكلام ده طبعا يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف وفي تايمز 2 يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف وفي تايمز 2 2 تايمز روت الفيرست تايمز روت الثيرد وهنا ما تفرقش لان العلامه ممكن تبقى بوزيتيف ممكن تبقى نيجاتيف ما هو مش محدد لي هنا علامه عشان ده يبقى بيرفكت سكوير يبقى تاني لو عايز اجيب الميدل تيرم تعالى نحسبه بقى روت الاولاني بكام 2x روت الاخير بكام ب1 اعملها تايمز 2 كده يبقى لازم في النص يبقى عندي ايه 4x يا بوزيتيف يا نيجاتيف كده كده في الحالتين هيبقى بيرفكت سكوير والله بقى انت ما حددتليش خلاص يا بوزيتيف يا نيجاتيف ده الميدل تيرم يبقى ده الرول بتاع الايه يا اولاد لو عايز اجيب لو حاجه عندي ناقصه في الميدل طب نفس المساله افرض بقى ان انا عايز اجيب اللي في الفيرست خبالي ده خبالي اللي في الفيرست بص بقى عشان تجيب الفيرست بتمسك الميدل بتمسك الميدل ده تعمله باور 2 اوفر 4 تايمز الحاجه اللي ناقصه اللي هو الثيرد يعني ايه يا مستر الكلام ده يعني بص كده انا عايز اجيب اول واحد شايف الميدل ده اعمله باور 2 اعمل كده ده باور 2 كده قول لي ده كده يطلع بكام 4 باور 2 4 اكس هول باور 2 اوفر 4 تايمز الثيرد الثيرد ترم زي ما هو اللي هو ال1 احسب لي كده البتاع دي 4 باور 2 اللي هي كام 16 اكس باور 2 اوفر 4 تايمز 1 اللي هي 4 16 ديفايد 4 اللي هي كام 4 اكس باور 2 يعني لازم يا مستر اللي هنا ده يبقى 4 اكس باور 2 ولازم يبقى بوزيتيف فمفيش بوزيتيف اور نيجاتيف بوزيتيف اور نيجاتيف دي في الميدل بس فهمت كده معايا لحد دلوقتي يبقى الرول بتاع الفيرست لو عايز اجيب الفيرست يا اولاد بنعمل ايه بعمل الميدل باور 2 الميدل بعمله باور 2 وبعد ما بعمل الميدل باور 2 بعمله اوفر 4 تايمز الايه ال4 دي ثابته تايمز الثيرد نفس الكلام طب لو عايز اجيب الثيرد نفس الرول بتاع الفيرست بقوم عامل ايه الميدل باور 2 اوفر 4 بس المره دي تايمز الايه بقى تايمز الفيرست بس دول الثلاثه رولز اللي عندك الرول ده جه منين يا مستر جه من ده عمل باور 2 للناحيتين فشال الروت باور 2 هنا وباور 2 هنا بقى ده ميدل باور 2 وال2 دي بقت 4 ما هي اتعملت باور 2 فبقت 4 عايز اجيب الثيرد لوحده اعمل ايه ميدل باور 2 ديفايد الاثنين دول 4 تايمز الثيرد انت فاهم الفكره كلها في ايه فالرولز كلها جت من بعض ده الرول بتاع دول الثلاثه رولز في غايه الاهميه الكلام ده تعالى بقى نفتح الكومبليت واللي تشوز لان كل المسائل هي دي اهم حته اصلا كل الهري اللي فات ده ما يهمنيش نمسك بقى الايه يا اولاد نمسك الكومبليت ماشي يا شباب كده ثواني
طيب نبتدي كده يا اولاد نمسك الكومبليت بتاعه. طيب نمسك كده اول جزء خالص، بيقول لي كومبليت عايز يعرف، وانا كاتب لك الرولز هنا، عايز يعرف الميدل تيرم هنا. الميدل تيرم هنا بكام؟ تقول لي خلاص عشان اجيب الميدل تيرم بعمل بوزيتيف اور نيجاتيف 2 دي سبت تايمز روت الاولاني بكام 2x، روت الاخير بكام 1، واحسب لي كده البتاع دي 2 تايمز 2 تايمز 1 يطلع بكام الكلام ده 4x، يا بوزيتيف يا نيجاتيف، ده اللي اتحط اللي في النص، ينفع بوزيتيف وينفع نيجاتيف، كده بقى بيرفكت سكوير. طب هنا نفس الكلام، عايز اجيب اللي في النص، يبقى اعمل ايه؟ بوزيتيف اور نيجاتيف 2 تايمز روت الاولاني بكام 3a، روت الاخير بكام ب 6، احسب لي كده 2 تايمز 3 تايمز 6 صح، يطلع بكام الكلام ده يا ولاد 2 تايمز 3 اللي هي 6، 6 تايمز 6 يبقى 36a، يا بوزيتيف يا نيجاتيف، ده اللي يطلع لي. هنا بوزيتيف اور نيجاتيف، عايز اجيب اللي في النص 2 دي سبت تايمز روت الاولاني بكام 1 اوفر 5x، روت الاخير بكام 1 اوفر 2y، احسب لي بقى البتاع دي كده على الكالكوليتور، هتطلع لحضرتك 1 اوفر 5x y بوزيتيف اور نيجاتيف، بوزيتيف اور نيجاتيف 1 اوفر 5x y، ده اللي يطلع. طب هنا بقى بص عايز يجيب ايه؟ عايز يجيب يا مستر الفيرست، عايز يحسب الفيرست. بص بقى هنعمل ايه، همسك الميدل ده اعمله باور 2، امسك ال 18 y دي اعملها باور 2، امسك ال 18 y باور دي كده اعملها باور 2، او النيجاتيف 18 دي اعملها باور 2 كده كده هيطلع بالبوزيتيف، اوفر 4 تايمز الترم الثيرد اللي هو الثيرد ترم اللي هو كان بكام ب 81، ونحسب كده دي على الكالكوليتور. تعالى كده نحسبها، انا هطلع كده الكالكوليتور اهي، تعالى كده اما نحاول نحسب الكلام ده. بص كده معايا يا سيدي، هنكتب ايه هنا؟ نيجاتيف 18 باور 2 زي ما هي مكتوبه، الواي اولا بس هتبقى باور كام؟ باور 2 باور 2 كانها واي باور 4، يعني كاني بحسب، احسب الارقام بس، 18 باور 2 اوفر كل ده اوفر يا ولاد 4 تايمز 81، هيطلع كام بقى واي باور 4؟ كام واي باور 4؟ 1، فطلع لي واي باور 4 واحده، 1 واي باور 4، 1 واي باور 4. طب تعالى اتاكد كده، ايه كيوب روت لو دي عايز اعملها واي باور 2؟ ايه روت الثانيه؟ 9، حط كده باور 2، حط هنا مثلا ماينس عشان اعمل ايه ماينس، هل ده بيرفكت سكوير؟ فيرست تايم سكند تايم 2، ايه ده 18 واي، ده فعلا طلعت صح. فهمنا كده يا ولاد؟ ده كده الموضوع تاني، بتبان سخيفه شويه انما لو انت عارف الرولز هتحل كل حاجه. هنا عايز يجيب ايه؟ عايز يجيب الثيرد، بنعمل ايه؟ بمسك الميدل اعمله باور 2، ال 12x دي اعملها باور 2 اوفر ال 4 دي ثابته تايمز اللي عندي اللي هو ال 4x، ال 4x باور 2، وانا عارف ان الاخير ما فيهوش اكس صح؟ فكده كده بص الاكس باور 2 هتطير مع الاكس باور 2 فمفيش اكس خلاص، احسب 12 باور 2 اوفر 4 تايمز 4 صح؟ احسب كده 12 باور 2 اوفر 4 تايمز 4، 12 باور 2 اوفر 4 تايمز 4، 4 تايمز 4 يطلع بكام الكلام ده؟ يطلع ب 9، يعني لازم في الاخر خالص يبقى عندي مكان ده كده 9، لو عندي 9 يبقى ده بيرفكت سكوير، ده الام بتاعي ب 9. ماشي يا شباب، نيجي اللي بعده. بص كده هنا، هنا عايز ايه؟ عايز الميدل، قلنا بنعمل ايه لو عايز الميدل؟ بوزيتيف اور نيجاتيف 2 تايمز روت الاولاني بكام؟ 2a، روت الاخير بكام؟ 6b، احسب بقى الكلام ده 2 تايمز 2 ب 4، 4 تايمز 6 20، 4ab وتحط جنبها بوزيتيف اور نيجاتيف. هنا عايز الميدل، بنعمل ايه؟ بوزيتيف اور نيجاتيف 2 تايمز روت الاولاني بكام؟ زد باور 2، روت الثاني بكام؟ 7l، وتحسب لي كده حضرتك الكلام ده 2 تايمز 1 تايمز 7 اللي هي 14 زد باور 2l، تحط بوزيتيف اور نيجاتيف. هنا عايز يعرف ايه يا اولاد؟ عايز يعرف الثيرد، بنعرف الثيرد ازاي؟ بمسك الميدل باور 2 2 ام ان اول باور 2 اوفر 4 تايمز اللي عندي اللي هو 25 ام باور 2، احسب كده 20 باور 2 اللي هي تطلع كام؟ 400، الام عليها باور 2 والان عليها باور 2 اوفر 4 تايمز 25 دي اللي هي لو حسبتها كده تحت يطلع ب 100 ام باور 2، تشيل لي الام باور 2 هيطلع لي حاجه فيها ان باور 2، 400 اوفر 10 يطلع الكلام ده ب 4 ان باور 2، ده اللي هيطلع لي هنا. ماشي، او بتعمل 20 باور 2 اوفر 4 تايمز 25 بس هتحط جنبها ان باور 2 عشان في النص هنا عندي ان، والامات كده كده اتشالت. ماشي يا اولاد، اظن يعني انا شايف الموضوع ابتدى يبقى كويس شويه. مسائل التشوز دي بتيجي كتير قوي. بص بيقول لي ايه؟ بيقول لي الكي تبقى بكام عشان ده يبقى بيرفكت سكوير؟ عايز الميدل، قلنا الميدل بنعمل ايه؟ بوزيتيف اور نيجاتيف 2 تايمز روت الاولاني روت الاكس باور 2 اللي هو ايه؟ اكس 1 تايمز روت الاخير اللي هو كام؟ 4، يبقى لازم في النص يبقى عندي ايه؟ بوزيتيف اور نيجاتيف 2 تايمز 4، يبقى لازم في النص عندي بوزيتيف اور نيجاتيف 8x، يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف 8.
ماشي يا اولاد؟ هنا بص بقى بيقول لي ايه الحته دي مهمه قوي. قلت اي حاجه ينفع تعملها فاكتورايزيشن اعمل لها، مش دي كانها يا سيدي اكس ماينس واي اول باور 2 الاولاني باور 2 الثاني باور 2 فيرست تايم سكند تايمز 2. هو بيقول لي الكلام ده ب 25، يبقى الاكس ماينس واي دي بكام؟ ها تبقى بكام؟ خلي بالك تنفع تكون ايه، تنفع تكون احط هنا 5 باور 2 او نيجاتيف 5 باور 2 عشان باور 2 بيشيل النيجاتيف. فاكر بنعمل روت، احنا قلنا لو عندي x باور 2 ب 25 يبقى الـ x عباره عن ايه بوزيتيف اور نيجاتيف 5، صح؟ عشان باور 2 تنفع تبقى 5 وتنفع تبقى نيجاتيف 5. ده كان يعني الموضوع، فكرتك بيه سريع. طب هنا يا اولاد ده بقى على الدرس اللي قبله، دي كنا بنفكها ازاي 5x و x، فاكر الكلام ده؟ ال 4y ممكن نعملها ايه؟ قدامك حل من اثنين، يا تعملها 4y تايمز y واحده يا اما 2y تايمز 2y. نجرب اني واحده، هو حاطط لي كلهم، حاطط لي الاختيارات كلها، تعال نجرب 2y و 2y 2y و 2y. الديفرنس بتاعهم انا عايز يبقى هنا 8، دول كده كام؟ دول 10xy، دول كده كام؟ 2xy. الديفرنس بتاعهم ب 8 اه دي تنفع 2 و 2. طب تعال اما نبص على العلامات، انا عايز ال 8 دي تبقى نيجاتيف، يعني عايز ال 10 الكبير نيجاتيف والصغير بوزيتيف، عايز ده اللي نيجاتيف وعايز ده اللي بوزيتيف. فين بقى الكلام ده؟ 5x plus 2y وهنا x minus 2y اللي هي اول واحده. ماشي يا شباب، ده كده كانت المساله بتاعتنا. طيب اظن يعني الموضوع يعني ابتدى شويه نفهم سنه كده. هنا بيقول لي a power 2 plus b power 2، ركز بقى عشان السؤال ده مهم قوي، equal 11 و a b ب 5، عايز يعرف a minus b. طب بص بقى معايا، ركز بقى عشان السؤال ده في غايه الاهميه. بص يا سيدي، هو يا اولاد اسال حضرتك سؤال كده، ال a minus b all power 2 عباره عن ايه؟ تقول لي عباره عن الاولاني power 2 a power 2 الثاني power 2 b power 2 first time second times 2 يعني negative 2 a b. هو مش عايز ده، هو عايز روت الكلام ده. طيب انا عارف ال a power 2 plus ال b power 2، قال لي شيلها وحط مكانها كام؟ 11 minus. قال لي شيل ال a b وحط مكانها كام؟ 5 يعني minus 2 times بدل ال a b حط مكانها 5 اللي هي 2 تايمز 5 اللي هي كام؟ 10 يعني 2 تايم 11 ماينس 10 اللي هي 1. يعني دي كده انا عرفت ان البتاعه دي ب 1. تبقى ال a ماينس b بكام؟ خلي بالك حاجه باور 2 ب 1، يعني يا اما ب 1 يا اما بنيجاتيف 1، يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف 1. طبعا سخيفه جدا بس يعني تتفهم. هي اللي بعده، بص كده نمبر 5 بيقول لي فايند ذا فاليو اوف سي اللي تخلي لي ده بيرفكت سكوير، عايز يعرف الفيرست. قلنا بنعرف الفيرست ازاي؟ بمسك الميدل باور 2 ال 10 دي اعملها باور 2 اوفر 4 تايمز الاي اللي عندي تايمز ال 1 10 باور 2 اللي هي 100 اوفر 4 اللي هي ب 25، يعني هنا يطلع لي 25. نيجي هنا يا اولاد، دي نقدر نعملها ايه؟ تقول لي دي اكس ماينس واي اول باور 2. هو قال لي ان الاكس ب 6، شيل كده الاكس وحط مكانها 6 اهو ماينس. قال لي شيل الواي وحط مكانها كام؟ 4 اكس ماينس 4، خلاص x ماينس 4 اللي هي كام؟ 2 باور 2 اللي هي 4، بس يبقى الفاليو بتاعي 4. او من الاول خالص شيل الاكس، شيل كل x وحط 6 وشيل كل y وحط 4، طلع البتاع دي بكام؟ ماشي؟ نيجي اللي بعده، عايز يعرف هنا الفيرست، بنعمل ايه؟ الميدل باور 2 4 t باور 2 اوفر 4 تايمز اللي عندي 25، يطلع بكام الكلام ده؟ تحسب لي كده، تعالى نحسبه كده، 4 t باور 2 الميدل باور 2 4 t باور 2 over 4 times 25 4 times 25 يطلع بكام الكلام ده؟ يطلع ب 16، يعني لازم كان في الاول كده يبقى عندي 16. هنا يا اولاد عايز يعرف الميدل، بنعمل ايه؟ positive or negative 2 times روت الاولاني بكام؟ ب x، روت الاخير بكام؟ ب 5. 2 times 5 يعني لازم في النص يبقى عندي positive or negative 10x، يا positive يا negative. ماشي كده؟ نيجي هنا بيقول لي عايز يعرف الاي بكام عشان ده يبقى بيرفكت سكوير، برضه بوزيتيف اور نيجاتيف 2 تايمز روت الاولاني بكام؟ باكس، روت الاخير بكام؟ ب 4، صح؟ 2 تايمز 4 اللي هي ب 8، يعني بوزيتيف اور نيجاتيف 8x. هنا بقى عايز يعرف الاخير، بنعمل الميدل باور 2 14 باور 2 اوفر 4 تايمز الفيرست اللي هو الايه؟ اللي هو ال 1 او الاكس يعني، ماشي؟ او 14x اول باور 2 اوفر ده تايمز اللي هو الاكس باور 2. هتلاقي كده كده الاكس باور 2 الاكس باور 2 اتشالت لان عارف ان الاخير ده ما بيبقاش فيه اكس اصلا. ماشي؟ 14 باور 2 اوفر 4 احسبها لي كده، 14 باور 2 اوفر 4 اظن المفروض يطلع بكام؟ ب 49 ولا يطلع بكام؟ 14 باور 2 اوفر 4 يطلع بكام الكلام ده يا اولاد؟ يطلع بال 49 بتاعتي. ماشي؟
وعلى فكرة يعني انت ممكن اساسا حد يطلعها بدماغه. ليه؟ لان انا عارف اخر رقم ده عشان يبقى بيرفكت سكوير لازم يتعمل له روت. هو في حاجه اسمها ينفع يبقى مكانه 2؟ 2 ملهاش روت. ينفع يبقى 7؟ 7 ملهاش روت. ال14 تنفع؟ ملهاش روت. هي اكيد ال49 يعني ده حتى لو واحد يعني مش عارف هو بيعمل ايه هيحلها صح. اخر حاجه يا اولاد عندي بيقول لي عايز يعرف الكي بكام اللي هو اخر تيرم عشان ده يبقى بيرفكت سكوير. ها نعمل ايه؟ ممكن برضو حد يلقطها على طول يقول لي اكيد يا مستر حاجه ينفع تعملها روت مفيش غير الناين. بس تعال نجرب اهو الميدل باور 2 24 باور 2 اوفر 4 تايمز اللي عندي تايمز ال 16 وانا عارف كده كده ان مش هيبقى فيه اي حاجه خالص. ماشي يا اولاد نحسب كده الكلام ده 24 باور 2 اوفر 4 تايمز ال 16 ادي يا سيدي عشان بس ايه تتاكد بس 24 باور 2 اوفر 4 تايمز 16 طبعا 4 تايمز 16 اللي هي 64 نحسب الكلام ده يطلع ب 9. ماشي يا شباب ده كده يعني كان ايه كان السؤال بتاعنا. نيجي لاخر حاجه خالص اللي هم في الهومورك عندنا عايز يعرف الفيرست هنعمل ال40 باور 2 اوفر 4 تايمز ال25 اللي عندي ونحسب كده الكلام ده. بس خلي بالك هنا بقى ده ينفع يتعمل له روت وده ينفع يتعمل له روت وده ينفع يتعمل له روت فاكيد حاجه من الثلاثه دول. ماشي تحسب لي كده حضرتك الكلام ده ده هيطلع بكام 16 وجنبها 2 زيروز وده لو حسبته هيطلع ب 100 نشيل ال 2 زيروز مع ال 2 زيروز يتبقى لي 16 يبقى الاجابه بتاعت 16. هنا يا اولاد السي بقى الترم اللي في الاول ده يبقى بكام؟ ماشي اولا بجيب الفيرست ازاي؟ بعمل ميدل باور 2 اللي هو 3 باور 2 صح؟ اوفر 4 تايمز اللي عندي اللي هو 1 اوفر 4 يطلع ب 9 اكس باور 2 صح؟ يعني 9 اكس باور 2 لازم اللي في النص ده يبقى 9 اكس باور 2 بس كده. فده كده كان يعتبر السؤال بتاعنا. وبكده يا اولاد نبقى خلصنا الليسون بتاع النهارده. يعني انا شايف الموضوع بسيط جدا. يمكن بس الجزء اللي هو الثاني ده اللي هم الثلاثه رولز دول لازم تعرفهم. انما بمجرد لو انت فاهم انت بتعمل ايه هتلاقي الموضوع ما فيهوش اي حاجه خالص تقف معاك. اتمنى يعني ان نكون استفدنا اي حاجه من الكلام ده. ويا ريت يعني لو اي حد منكم عنده اي اسئله او اي استفسارات يا ريت ما ترددش في انه يتواصل معايا. مرسي يا أولاد وبأسف لو كنت طبعا طولت عليكم شوية وأشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني. شكرا لكم.